بالنسبة إلى المتظاهرين التشرينيين، هم لا يزالون يعني ينزفون بالحقيقة، حتى ما ضمدوا جراحاتهم، لا يزالون ينزفون يوميا. أكو شباب إما يسقطون شهداء، وأكو عدد من الشباب اللي هم مخطوفين أو مغيبين قسرا، بالإضافة إلى حملات الاعتقالات اللي دا تصدر بحقهم مذكرات قبض تعسفية، فضلا عن المطاردات اللي دا تحصل من قبل الميليشيات لبيوتهم لعوائلهم عليهم شخصيا. يضطرون دائما يغيرون مواقع سكنهم، يغيرون تليفوناتهم، يغيرون حساباتهم بالفيسبوك بالوسائل التواصل الاجتماعي، لأنه ما شاء الله الميليشيات موجودة على الأرض وموجودة حتى على المستوى السوشيال ميديا، أيضا تطارد وتغلق حساباتهم ومنصاتهم. فضائيات ما تتعامل معاهم بطريقة تتيح لهم أن يعبرون عن آرائهم بصورة حرة ونزيهة. وتعرف حضرتك الإعلام العراقي تم استهداف كل المؤسسات الإعلامية اللي تعاونت أو تعاملت بشيء من الحيادية مع المتظاهرين، أحرقت مقرات قنوات واعتدي على صحفيين، قتل بعض الصحفيين، خطف بعضهم وهكذا.